أهلا وسهلا بكم في قناة أتعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض الدورة الثانية وبالضبط الفرض الثاني للدورة الثانية أو ما يسمى بفروض المرحلة الثالثة للمستوى الخامس، نشوف نموذج للفرض الثاني الدورة الثانية مادة الفرنسية للمستوى الخامس. نموذج هتلقاوه على شكل PDF في صندوق الوصف. إذن هنخدمو الجزء الثاني أو البارتي دو، الجزء الثاني ديال هذا الامتحان، وغتلقاو فيديو قبل الجزء الأول. نخدمو باقي المكونات اللي بقاو لنا اللي هما أورتوغراف ولكسيك وبرودكسيون دو ليكري. إذا نبداو بأورتوغراف. كيسيون أ، جونتور لا لاتر ميات دون لي مو سويفون. إذا نحاولو ندورو على لي لاتر ميي. شنو لي لاتر ميي؟ هما اللي كيتكتبو ولكن ما كيتنطقوش. إذا نحاولو ندورو على لي لاتر ميي. عندنا نور، اذا كما كتشوفوا ان الدي ما كتنطقش، اذا غندور عليها. اذا الدي ما كتنطقش. كلمه ثانيه نوي، الوغ نوي كنطقو شي تي، اذا تي مكتوبه وما كتنطقش، اذا هذه كتسمى لاتر مي. اوجوردي، اذا اوجوردي اش ما كتنطقش، اذا كتكتب ولكن ما كنطقوهاش. ايار، اذا كذلك اش لاتر مي. كذلك أم نفس الحاجة بالنسبة لأم. كذلك أش لان، إذا من الجي كنكتبوها ولكن ما كنطقوهاش، إذا لاتر مي. بلان سي كنكتبوها ولكن ما كنطقش، إذا لاتر مي. بوتي بوتي تي كنكتبها ولكن ما كنطقهاش، إذا لاتر مي. إذا لاتر مي، إذا باش نبان لكم هنايا ندورو على تي، إذا هنا لاتر مي. أكور، إذا تي إذا كنكتبها ولكن ما كنطقهاش، إذا غندور عليها. اذا كذلك غنمشيو بالنسبه عندنا دي، عندنا دي ما كنطقوهاش، اذا كوا كذلك كتكتب اكس كتكتب ولكن ما كتنطقش، اذا لاتر مي. رونار دي كتكتب ولكن ما كتنطقش، اذا لاتر مي. تري بيان، اون باس على كيسيون 2. جاجوت لا لاتر ميات كي مونك، اذا هنا لا لاتر اللي ما كايناش غنكتبوها. اذا عندنا لو شون، اذا لاتر مي هي بي، اذا نكتب هنا بي شون. لوبيتال، لوبيتال هنايا لاتر مي هي اش، اذا نكتبو اش لوبي لوبيتال. تروبلمون، اذا هو زلزال، اذا الحرف اللي ناقص لاتر مي هو تي. اذا نمشيو بالنسبه دو، اذا اكس ان دو اثنان، اذا اكس يعني كتكتب ولكن ما كتنطقش. بيمون هنايا بيمون، اذا هنا كنقولو بيمون، اذا هنا او كتكتب ولكن ما كنطقوهاش، اذا بيمون. كونت، اذا هنا بي كنكتبوها ولكن ما كتنطقش، كنقولو مباشره كونت بحال بي ما كايناش، اذا لاتر مي. اذا ننتقلوا للسؤال 3. اذا جو كومبليت لور، لور اذا لور هنايا لور، اذا كنستعملو هم اما قبل اسم هاد لور افيك اس، اذا قبل الاسم كيكون عندنا بلوريال. هاد لور ممكن نستعملها قبل اسم كان مفرد مذكر، وممكن يكون قبل الفعل اللي كتعبر على كوا، اللي كتعبر على يعني برونو كي رومبلاس كومبليمون اوبجي انديريكت. اذا ا لي بارون بارل ا لور انفون، انفون مفرد مذكر، اذا نستعملو لور بلا اس، غنقولو لور انفون. تري بيان، لي بارون بارل ا لور انفون، اذا هنا اس على فان، اذا بيان سور غنستعملو لور بالجمع اس، اذا في الاخر، اذا نقولو لور افيك اس على فان. اذا مون بو دو كوراج، اذا هنا عندنا لور كتعوض شي حاجه، اذا هنا قبل الفعل ما نستعملوش افيك اس، مي لور اللي هي برونو يعني اللي كيعوض واحد الاسم. اذا هنا فرير سون دي كابيتان، اذا هنا قبل الاسم نستعملو عندنا الجمع، اذا نستعملو لور افيك اس، ونقولو لور فرير سون دو سون دي كابيتان، يعني الاخوه ديالو هما دي كابيتان. فو هنا قبل الفعل نستعملو لور بلا اس، لان كتعوض شي حاجه. فو لور ديت، يعني اما مثلا نقولو فو ديت لا فيريتي ا كيلكان، اذا باش نعوض هذيك كيلكان نقولو فو فو لور يعني ديت لا فيريتي، اذا مثلا نقولو فو ديت لا فيريتي مثلا ا كيلكان. اذا هنايا هذيك ا كيلكان لي كومبليمون اوبجي انديريكت، ممكن نعوضوها بالبرونو كومبليمون اوبجي انديريكت اللي كيجي قبل الفعل اللي هو لور، ونقولو فو لور ديت لا فيريتي. Très bien. On passe maintenant au lexique. Je relis chaque préfixe au mot qui lui convient. Et dans le préfixe qui compte بداية كلمة, on حاولو ربطو كل préfixe بالاسم المناسب. عندنا إي إم نقولو poly impoly. يا محترم غير محترم.
ليغ يعني يقرا غوليغ غيعاود يقرا غوليغ لو تيكس بري قبل الولاده ناتال بري ناتال اوغ يعني سعيد مالوغ حزين تري بيان اون باس ا كيسيون دو جو فورم دي نوفو مو اون اجوتون ان بريفيكس اذا نحاولوا نكونوا كلمات جدادين حنا نزيدو بريفيكس في الاول اذا نحاولوا يعني انطلاقا بريفيكس يكون عندنا عكس الكلمه عندنا كوريكت صحيح العكس ديالها نزيد بريفيكس اي ان اللي كيدل على لانفيرس ونقولوا انكوريكت اذا غير صحيح اذا نمشيو بالنسبه بوسيبل ممكن اذا نزيدو عكس بوسيبل نزيدو بريفيكس اي ام ونقولوا امبوسيبل يعني ممكن مستحيل مستحيل امبو امبوسيبل فورماسيون تكون تشو او عدم تكوننا دي فورماسيون دي فو دي فورما دي فورماسيون اذا تكون اذا عدم تكون او دي فورماسيون العكس الفورماسيون هي دي فورماسيون انتقلو كيستيون 3 جو فورم دي نوفو مو اون اجوتون ان سيفيكس كي كونفيان اذا سيفيكس كيكون في اخر كلمه اذا نحولو نزيدو بالنسبه للكلمه سيفيكس الاخر باش نحصلو على كلمه جديده اذا ديري ديريكت ديريكت ممكن زدنا ليها هنايا اور كتولي ديريكتور ديريكت شي حاجه ديريكت مباشره زدنا اور غتولي ديريكتور اللي هو المدير اذا هنا كونتينون نزيدو ليها سيفيكس ال اذا كونتينون اللي هي القاره تولي كونتينونتال ديكول هنا نقولو نزيدو ديكولاج ا جي او نقولو ديكو ديكولاج ليك نيا نزيدو ليكتريس قارئه ليكتريس ليكتريس ليكتور ليكتريس انفو انفورما انفورماتيف اذا اي اف اذا يعني مثلا تيكس انفورماتيف اللي كيعطي معلومات فورماسيون اذا هنا فورم هنا فورماسيون تكوين اذا ا تي اي او ان اذا فورماسيون تري بيان اذا سالينا هاد لا بارتي اذا تقلو دابا برودكسيون دو ليكري اذا اسي دو فوار ليماج تصويره ونقراو تيكس او ميدان دو لوستراسيون جيكري ان تيكس او جيكسبليك لو سيكل دو لو ان برودويزون ان تيكس ا كاركتير اكسبليكاتيف اذا هنا عندنا مجموعه هنايا ديالاش يعني كيفاش يعني دورة الماء يعني انطلاقا من الامطار الى اخره كيفاش كيوصلنا الى اخره تبخر الماء الى اخره يعني عندنا هنا نحاولوا انطلاقا من هذه الديسكراسيون الى التصويره تكس واحد تكس اكسبليكاتيف يعني كيشرح يعني كوا كيشرح لو سيكل دو لو اذا ا كاركتير اكسبليكاتيف نحاولوا نكتبوا هاد اوكي ما كتبيش لنا الحدود ولكن 6 سطوره 7 سطوره اذا مقدمه عرض خاتمه اذا نحاولوا نكتبوا هاد إذا بالنسبة إكزومبل دو ليكري على دورة الماء إذا لو سيكل دو لو إيت أن بروسيسوس إسونسييل أو مانتيان دو لا في سور تير سي لو موفمون كونتيني دو لو أوتور دو لا بلانيت دوبوي لي أوسيان لاتموسفير إي لا تير إل كومونس بار لا ليفابوراسيون كي لو بروسيسوس بار لوكيل لا شالور دو سوليل ترانسفورم لو ليكيد أون فابور ترانسبورتي بار لي فون إي مونت دون لاتموسفير أو إي سو روفخوادي إي سو كوندونس أون نياج Elle la libère ensuite sous forme de neige et de grêle qui retombe sur terre. Après, elle s'écoule ensuite à travers la terre et dans les rivières, les lacs et les ruisseaux. Enfin, elle retourne dans les océans, complétant le cycle. Donc, les dawrat lmiya hiya wahed haja mouhima fi istimrariyat lhayat. Donc, bach katbda, il commence b tabakhur lma an tariq hararat lshams w lma lsa'il kitahoul lbukhar. اللي كينتقل بفعل الرياح وكيطلع الغلاف الجوي ويعني كيتبرد وكيتكاتف في الغيوم وكيتحرر كذلك على شكل ثلج او برد وكيسقط في الارض من بعد ensuite a travers et dans les rivières après كيهبط في الوديان الى اخره وكيعاود المحيطات يعني يكمل الدوره ديالو هذا بالنسبه للبرودكسيون دو ليكري إذا سالينا التصحيح ديال هذا النموذج نتمنى لكم تكون شكرا وإلى اللقاء.